بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد انقطاع أكثر من شهر، طبعا من قبل رمضان ما زرنا الموقع، والآن بسم الله نبدأ زيارة للموقع ويا مهندس زميل من عظماني من أصول تركية، مهندس هاكان، انجينير هاكان، وإن شاء الله راح نشوف بعض التفاصيل بالموقع وشنو صار ويانا، وخليكم ويانا. تحياتي للجميع. نشوفكم شوية من الطريق وأجواء الصيف والخضار بألمانيا. بس احنا طالعين من المكاتب باتجاه موقع العمل، وأول جسر راح نروح له بالشبوكة بقيه باسمه زيكسون درايزيش. This is the east. فوم ان فوم ان ده غزايته. جود زي جود ايغا بلان انت شيدنا فون ماينا بلان اش 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 بعد ايما ان فون يا 2080 اوكي ايما راح نروح من الجهة الثانية. هو المخطط ماله يختلف عني، أنا بالعادة أبدي من الجسور اللي قريبة من المكتب، بس مهندس هاكان يبدي من آخر جسر ويرجع رجوع باتجاه المكاتب. فانطونا بالملاحظات، يا هي الخطة مالتي أحسن لو الخطة مالتي زيارة الموقع. الموقع 30 كيلومتر طول تعريض الطريق من الجهتين، تمام. هسه تشوفون حندخل مباشرة بالموقع، وعلى 30 كيلومتر هاي أكثر من 56 جسر. بيهابن مير ألس 56 ممكن يعني انقفل. شوف الخضار، وهذا بداية الموقع مالنا. تشلقون تريد يشوف المراية وانا مسكر عليه. تمام اخوان، هاي بداية الموقع مالنا. بسم الله. ذهاب نشون عندك عند الديركسيون مغيرين اخوان. شوف هذا الجسر 88 مغيرين الاتجاه عاكسين السير ما شاء الله. هاي سيارة شرطة وعاكسين السير للجهة الثانية. هذا اللي كان تمشي عليه السيارات، هسه راح نبدي نشتغل به. راح يبدي شوفوا هنا هدم الجسر من الجهة الثانية وإعادة البناء. شوفوا اخوان، هاي كلها ان شاء الله راح نزورها. انا لنزين جيت ويا مهندس هاكان لانه اختلاف راح يكون الجولة. شوفوا ازالة الطريق بالكامل، ديموليشن. طبعا ما جاي يستخدمون الميلينج، جاي يستخدمون الهامر الكبير. تمام، نشوف بعدين اخوان. نقطع الفيديو عمق ما يصير طويل عليكم. شوف هاي اعمال مختلفة، ازالة الجارد ريل او حامي الطريق. هنا اعمال ازالة الاسفلت. تمام، هاي كلها بالمرحلة الأولى. نرجع لكم مرة ثانية، خلي أصور كم صورة للشغل. طبعا شنو المحل هذا صغير والله حلو. أنا مو ناعس بالنسبة لي، بس
المهندس يريد يشتري قهوة قبل ما نبدي الجولة مالتنا. هذا ماكدونالدز، مطاعم وجبات سريعة بس كلش رهيبة يعني. فراح ناخذ قهوة ونطلع ان شاء الله. تمام، شوف المناظر اخوان، تمنيناكم الله يفرج علينا وعليكم ويوفقكم جميعا. شوف بالامارات المطاعم اول شيء بنفس الشباك تدفع وتستلم البضاعة او تستلم الاكل مالتك. هنا لا، شباك تدفع والشباك الاخر تستلم الطلبية مالتك. هسه دخلنا على بداية المشروع من الجهة الثانية. تمام اخوان، راح ننزل هسه نصور الجسر من فوق ونشوف اي مرحلة وصلوا. هذا اول جسر اللي هو مثل ما قلت لكم، هذا الجسر مخصص للحيوانات. تمام، راح يربط الغابة هذه اللي على اليمين مع الغابة الثانية اللي هي على اليسار، وبعدين بعد ما ينتهي الانشاء الجسر هذا راح يندفن من الجهتين منا ومنا، ويصير عبارة عن نفق. طبعا ينزرع ايضا، يتم زراعة يعني العشب والخضار والثير والاشجار وتوصيل الغابتين مع بعض، يكون كأنما نفق يمر من تحت التلة. بس هو بالحقيقة نفق اصطناعي أو جسر، يعني خلينا نقول تصميم قوسي خاص بالحيوانات. شوف كل هالتفاصيل هذه على 7 مراحل كلها. هذا لبنا فوق اخوان. تمام، الغابات هذا السياج، اي عمل يتم بالقرب من الغابات لازم تتسيج الغابة على مود ما تدخل الحيوانات على موقع العمل. تمام، شوف هنا التجهيز لعملية الصب، المرحلة الاخيرة وبعدين المرحلة قبلها. هاي المرحلة الاخيرة من الجهة على شكل قوس صايرة، المرحلة الاولى هاي من هنا بالاخير ان بتوين هذه يتم صبها المرحلة النهائية. يكمل الجسر، يبدي عاد دفان بين الجسر وهذه الغابة وبين الجسر والغابة المقابلنا. تمام اخوان، هذه اعمال الرود ماركينج انتهت. هنا اعمال الويرينج كورس او الديكششت والتجهيز تحويل المسار المسار السيارات هذه اللي دا تمشي هنا راح تتحول على هذا الطريق ويبدي الشغل على الجهة الثانية. Was Sie haben schon gesagt? Was Sie haben gesagt? Mittelstreifen überfahren. Ja, ja. Tamam, شوف المناظر هنا. شوف الجرابن على الجنب هذه. نسوي لها زوم. جنب الطريق على هوا التضاريس مال الطريق. تمام، تجميع مياه الامطار. شوف اعمال المساحه، ما يصير نطلع وجوه شوف اخوان، هاي اعمال المجاري، هذا احد المناهير. تمام، وهنا عندنا بحيرة لتجميع مياه الأمطار. تمام، هذا الطريق جاهز، ويرينج كورس مخطط. بالمناسبة تخطيط الطرق أو الرود ماركينج هذا شريط
يعني تجي اشرطه جاهزه وتلزق بمواد بتيومينيا، تمام، يعني تمبرري مو دائمي، مو ثرموبلاستيك يعني. وهذا الجسر جاهز بالكامل، وهذا مهندس هاكان. الو، هذا جسر 44 جاهز، تمام. شوفوا اخوان، هاي يصير درج هنا تنزل على التقاطع، طبعا الجسر صاير مثل ما جاي تشوفون، جاهز بالكامل، تمام. شوفوا هاي شلون يكون البيرنج باد، تمام. هذا الهاند ريال للجسر، تمام، للمشاة. وهذا الجارد ريال حامي الطريق من السيارات، يعني الواحد يمشي هنا بين الطريق والجسر او الهاند ريال هذا كل امان. شايف ايش قد الحمايه، ايش قد الجارد ريال متينة جدا وقوية، والسكشن مالها تمام. وهذا الاكسبنشن جوينت هماتين، نروح نشوفه من طرف واحد لانه الجسر مو هواية كبير. Here we have only one expansion joint because it's kind of broken. No iron, huh? شوفوا اخوان، هذا الاكسبنشن جوينت، الجسور الطوال بالعادة يكون بيها اثنين. ونشوف جسر اخر، تحياتي للجميع. رجعنا صعدنا بالسيارة، طبعا الجو حار جدا مزعج، تمام. شوف اخوان هنا عملية ترتيب الجارد ريال، وهاي الماكينة ما يصير اصور وجوه، ما يصير اصور وجوههم. هاي الماكينة يدقون بها البوستات مثل ما تشوفون، البوست مال الجارد ريال، تمام، وبعدين يركبون الجارد ريال عليها بالبراغي يشدوه. وهاي الماكينة الصغيرة مثل ما تشوفون عملية دق البوستات. شوفوا هذا احد البوستات بس جاي يدقوه، تمام. انا محذر لانه ما بدي اطلع وجوه. تسمعون الصوت، شوفوا مثل ما تشوفون اخوان، هذا الجسر احد الجسور الواقع على الانهر. عندنا اكثر من 3 جسور تقريبا واقع على الانهر. بهذا الطرف بدأ يشتغلون على الأباتمنت، ركبوا الشتر، والآن عملية تركيب حديد التسليح أو داسة. شوفكم إياه بس نرجع بالجهة المقابل، تم إنجاز الأباتمنت، ومثل ما تشوفون كلها ثلاثة بيرن باد. بدأ يشتغلون هسه تركيب القواعد، تجهيزها بعد ما تنصب هذه الأباتمنت، وهذيك جاهزة يبدون عملية الديكستاب والجيبستر. خلينا نشوفكم حديد التسليح هنا اللي لسه دا يشتغلون به، او شلون الشتر من الداخل. تمام، هسه يسوون طبقات، طبقه ارضيه وطبقتين على مود حديد التسليح، وهذا الاسناد الجانبي للشتر، تمام. وهذه البيس بليت يستخدموها حسب المخططات، ما اعرف اذا تشوفوها، تمام، ايوه، حسب مخطط حديد التسليح على مود تثبيت الشتر، على مود يمنعون الشتر انه ينفتح او
شلون اقول اي يفتح الشتر عمود ما يفتح الشتر مثل التايرود تتشكل تنحط بالزوايا بالضبط بالزوايا مالت الشتر تمام وعلى كل الطبقات على 7 طبقات او اكثر وهذا المهندس هاكان دا يصور ايضا هو البلانينج انجينير مال المشروع طبعا وثق هسه كل شيء فيديو على مود يلحق يشتغل لانه طريقه العمل هنا المشاريع الكبيره مصيبه اذا 56 جسر و30 كيلومتر طول يعني واحد ما يقدر يوثقها او يحفظها براسه اذا يوثق شيء فيديوهات تمام الو شو مبغوك شوف اخوان هذا احد اكبر الجسور اللي عدة مرات زرناه يقع على البحيرة شوفوا بس نروح له ان شاء الله نصعد لفوق اطول الجسور الموجودة هذا يشتغلون بالدكسلار تمام شوفوا العالم هنا على البحيرة وهذه الاباتمنت ناس جاي تتسيح وناس جاي تشتغل هذا الصيف عاد مصيبة يعني يكون مليان بشر هذا جسر آخر اللي هو 48 48 علامة مال الدالة مالته انه يقع جنب مصنع البيتون لازم نروح على 50 ونرجع بس فول ستيش ها جيم جيم فتل كي يا يا جيت لي راوز شوفوا هذيك المبنى هذا مستشفى كل مدينة صغيرة بيها مستشفى كبير مثل هذا هذا جسر رقم 50 49 هسه كلها نزورها ان شاء الله شوف هاي المستشفى سأشوفكم إياها من مول من يمها جيم في فوم ديسة زايتة ده فوم عندها زايتة جبت سبايدر من كونم فوم عندها فوم داية فوم عيشت يا نمال فايز أوخ كمش فوم ديسة زايتة أبا هاي عيشتها كم فوم عندها زايتة فوم دول نيبن دي اسفلت مش اللاقي شوف راح نمر من يم سويت نيمين في لينكس ايه اوكي كناو ليش ماي بيج تمام اخوان شوفوا هذا ايضا كل هالمناطق هذاك جسر رقم 50 بس احنا ما راح نروح عليه راح نروح على الجسر رقم 48 من عند نروح على 47 واي منطقة المشروع مالنا يمر اكثر من 4 مدن في فيل اورت ليكت اون سغا بروجكت نيبن واو اكثر من 5 مدن يقع عليها المشروع مالنا هاي باحد المدن يعني شوف هاي قلت لكم عليها المستشفى اللي كل مدينه اكو مستشفى هاي البيوت مالتهم منظر حلو شوف البيوت على الجبل هاي المدينة اسمها نورث هاي يأ اللي راح نروح هيك باتجاه هاي المدينة اللي كنا بيها تمام خلي اسكر وارجع لكم من نكون عند الجسر ماشي يا شباب يا غاداوس
unten 48, dann nehmen wir links. تحت ال 48 70 كان 170 السرعة هسه بعد كانت محددة على 70 هسه السرعة هذا سكة حديد تمام شوف اخوان هسه هاي كلها جسور قسم منها احنا نشتغلها وقسم فيها قسم منها شوف رجعنا هذا الجسر اللي مرينا بالساعة فوق قلت لكم هذا مصنع البيتون ومصنع الكونكريت jetzt gehen wir unten die 48 wenn nehmen wir rechts gehen wir nach 49 wenn gehen link. Wir link gehen wir nach 47 yeah. so in link links ja yeah. yeah. erstmal und da warten Sie ein bisschen von hier oder von vorne? Nein, nein, vorne, vorne. Nach 48. Aber 48 können wir auch gucken. Machen wir 47C. Aha. Und dann machen wir 48 okay. und dann ja. 40. Ja, alles klar. Gut, Plan. Ich gehe auf 47 أول und dann auf 49 und آخر شيء هذا 48 نرجع له. تمام اخوان. يلا تحياتي للجميع. حماكم الله. شوف اخوان هاي بداية نزولنا هسه نزلنا راح نمشي مشي هذا الجسر اكبر جسر شوف هاي الاساسات للقغستة او للسقالة اللي راح تشيل الديك سلاب بين او تبع هذا الاسبان اللي هو بين البير هاي وبين الرافد هذا وبين الرافد هذا تمام فبين كل رافدين اكو اساسات تنصب بصورة نظامية وحديد تسليح على مود تتحمل حمل الديك سلاب والصبة اللي راح تنصب تمام احنا رايحين هناك هسه خلوني اصور اني للشغل مالي زين صور هذه الابارتمنت من الجهة الثانية هذه تجهيز تمام شوف هاي الاساسات هنا مرة ثانية وهاي طبعا ما اقدر اصور بموبايلين لانه يسبب لي مشاكل واحراج فراح اصور للشغل ومرات وارجع اطفي الموبايل واصور لكم للقناة ان شاء الله شوف الغيوم ما شاء الله سبحان الله غيمة سودة بيها مطر تمام راح اسكر هذا فيديو وصلنا الدكسلاب اعمال الدكسلاب على هذه الاسبان وارجع اصور لكم النوب من فوق شوف اخوان هذا الجسر تمام قلنا لكم اطول جسر شوف هذا البيرنج باد عندنا اثنين والبيم هذه اللي يكون بيها البري ستريسنج سترينث ايضا اثنين مثل ما تشوفون واحد هذا وواحد على الطرف الاخر تمام شوف اخوان هاي الصاب القالب شلون يحطوه هاي القواعد اللي قلنا لكم عليها للديك سلاب اللي كانت قاعدة عليها القغستة او السقالات تمام شوف الشتر سلايد يسحبوه يعني بعد ما يتم الصب قاعد على سكة اصلا يتركب الشتر على سكة تمام بعد ما ينصب الاسبان اللي بين اثنين بير او روافد اثنين ينسحب شوفوا هذه البيرنج باد ينسحب على السكة محطوطة بليتات بالسكة على مود ينسحب بسهولة الشتر تمام وما يكلفهم وقت يرجع يتضبط بصورة بسيطة على مود يصبون المرحلة الأخرى شوفوا هنا هذا الشتر هسه انسحب
Spahn. الثالث شوف أعمال شبكة السيفتي على مود أثناء الشغل إذا أحد وقع ما يقع تلزم الشبكة هاي الخضراء تمام ومن الطرف هذا حتى إذا واحد يمشي جوا أشوفه هنا أخشاف واقعة إذا واحد يمشي جوا وقعت شغلة ما تقع على راسه تقع على الشبكة السقالة شوفوا نهاية المنطقة هذه يتم تركيب المطارات اللي تسحب بعد ما تنصب هسه هاي المرحلة الأخرى والثالثة تكون هذه جهزوها بكسلاب جوغستا ويتم سحب الشتر طبعا نهاية الجوغستا هاي اللي راح تتركب هنا بين هذه المنطقة وبين هذا الرافد تمام ويتم سحبها شوف هنا البيرنج باد البيرنج باد هاي ورايا تم تجهيزها منطقة سياحية جانب الشغل ثم تشوفون بحيرة والعالم يجي يتسيح هنا سنطلع فوق مثل ما تشوفون هذه الابارتمنت للجسر اللي هو اطول جسر وراح نطلع فوق على مود نشوف نسبة الانجاز بالطريق اللي واقع بين جسر 47 وجسر 48 يلا انجينير هاكا زين مودة بس مثل كوفي نيت غايش؟ غايش نيت هذا شوفها زي هذا شو بيغيرون فتش فديش بيدلاج أو دنخنك حديد التسليح ما أعرف إذا خلاص أو لا ما مبين الجسر عمود شوفكم المنطقة هنا من هنا نصور حلو هذا المنظر تمام شوفوا ممكن شفتوا انتم بالشتاء هسه شوفوا بالربيع طبعا ما الواحد ما يقدر ينزع الهلمنت لانه بس واحد يشوفه سجدة مخالفة تمام شوفوا مهندسنا تمام بس راح اقلب الكاميرا عمود يشوف الطريق خليه تهيج شوف هاي المدينة بالناس بعد اكو طبقة قبل الاسفلت تجي فوق هاي جبت نوخ عين لايرة فوق الاسفلت جبت نوخ كتو هذا شو مفاتح دي زونا شاين دا هذا جبت السيدة تبيهم بالجهة الثانية وأجينا نحن عشان نستخدم الحاجة شوف هاي مغيمة شوف هذه المنطقة السياحية سرح نطلع من الموقع هذا نروح على جسر آخر تمام
شوفوا العالم. البايسكلات والدراجات والزوارق، عالم عايشة عندنا. احنا قاعدين بالحروب وبال لا حول ولا قوة الا بالله. شوف الناس هذه التسليح الجسر كرينات سلامتكم قلنا لكم عليها الفاونديشن الاساسات القغستة او السقالة. الابارتمنت لسه اعتقد مو مخلصين حديد التسليح بالكامل. من هو هذا القديم؟ جسر القديم هذا بس يجهز جزء هذاك، هذا كل ينهد وينعاد بناء من جديد. هذا جسر جديد اخوان مثل ما تشوفون اقصر من هذاك. هنا لاحظوا هنا الجسر اقصر، لذلك ماكو مجال انه يبنون بالقوالب المنزلقه او السلايد شتر. يجيبون فريمات هاي جاهزه تتركب وبعدين يغطوها بالالواح الخشبيه ويجهز شتر ديك سلاب. هنا عندنا فضائين بس تو سبان تمام، لذلك ما جاي يستخدمون السلايد شتر. ماشي، وهذا المنظر هم شايفينكم قبل هالمره. ماشي، هذا الطريق الرئيسي مثل ما تشوفون سيارات. هذا الووتر ستوب، الووتر ستوب تمام. طبعا البيرنج باد وال الاكستنشن جوينت بعدين يشتغلوا، بس البيرنج باد هسه بس ما راح اروح اليوم لانه المهندس اللي وياي مهندس هكان ما عنده وقت، فباكر اني بكل الاحوال راجع للموقع. تحياتي لكم. الاخوان السوريين يهبل منظر يهبل. واو ما خش بلده في عيني. تهديم احد الجسور اخوان مثل ما تشوفون بعد ما تم تحويل مسار السيارات ويتم تحطيم هذا النصف من الجسر بعد ما تم فصله مثل ما تشوفون بال سبورتد وول او شيت. بس هاي ستاس مثل اكسل مثل اكسل مثل اكسل مثل اكسل الانجليش سبورتد وول. هو يعني بكل الاحوال هو هذا على مود يمسك طبقات التربه بالنسبه للجزء الثاني من الجسر على مود ما تنهار بعد ما يتم ازاله الجسر هذا بعد هدمه. يتم تنزيل بين الاتش بايل هذه ينزلون بيناتها الواح خشبيه او خشب مربع بالتدريج، كل ما نزلوا ينزلون الخشب اللي جوا على مود يمسك طبقات تربه من الانهيار، فهو سبورتد وول تمام اخوان. شوف اخوان هذا المرحلة الثانية، احنا رجعنا بالعكس، بدينا مثل ما قلنا لكم بداية الرحلة بدينا من المرحلة الخامسة والرابعة والثالثة، هسه وصلنا المرحلة الثانية. هنا بعض اعمال الفورمات وهذا الجسر، شوفوا
تم انجازه بالكامل، والجسر اللي يمه هنا قديم انهدم، عندنا غير جسر يعني مو بنفس المكان تمام. وهذا الطريق هسه بعد ما تحول المسار على الجهه الثانيه الشغل كله راح يصير بهذا الطريق، كله راح ينزال ويرجع ينشغل من جديد المسار اوسع. وهاي كم ساعه هنا مثل ما تشوفون اعمال ستورن ووتر تمام اخوان، الانت باسار يسمونه. وراها يتوسع الطريق بدل تولين يصير ثري لين تمام اخوان. هذا المهندس حطان جاي ياخذ باوزه تدخل شويه فريت البايب يسموها اللي هي شوفوا هذه شوفوا المكان اعتقد واضحة لكم. هذه يعني في دائما يدور يكون فلتر مال اجريجيت وجيت ستايل على مود الماي من الكاب يتصرف الى البايبات الرئيسيه ومن ثم المناهيل ومن ثم الى المحطات الرئيسيه او بحيرات تجميع مياه الامطار اللي شفناها اكثر من جديد تمام. شباب هسه نرجع نصعد بالسياره ونكمل الجوله مالتنا. تحياتي. عندنا هنا اعمال بايلينج احد الجسور. شوف المنظر اللي وراها، حديد التسليح للبايلينج طبعا هسه انتهى الدوام فلذلك ما قاعد جاي يشتغل تمام. شوف هاي ماكينة صب البايلينج، هذه الاباتمنت هاي الفاونديشن البايلينج للفوندمنت يسموه فاونديشن او الاساس للاباتمنت من هذه الجهة. وعندنا الجهة الثانية اوريدي خلصت على الجهة الثانية من الطريق الجهة المقابل تمام. وشنو عندنا النوب سلامتكم. شوف المنظر تمام اخوان، احسن ماكو احد لانه ممنوع نصور وجوه. نأتي الآن أخوان لنهاية جولتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله تستفادون منها. ما شاء الله طبيعة العمل تبدلت بالكامل، الجسور اللي كنا نشرف عليها كلها انتهت تقريبا منتهية، بدأ العمل بجسور أخرى، وإن شاء الله يوفق الجميع. تقول نزيد فاز تفزاقن Ingenieurhacker. Nächstes zu sagen. Ja, er hat gesagt, dass wo ich gucke, kommen lassen, ich will nun share, subscribe das Video. Lassen sich der Kunst subscribe den Kanal und dann nun share das Video. Okay. Richtig? Yes. Und jetzt gehen wir nach den unsere Büro. Bis wir hin in Mektab. Rah aqlab al kamera ila an nawsal insha Allah. تحياتي للجميع، حماكم الله. هاي مدينة زيزن وهاي محطة القطار هنا اللي دائما أسافر من أدها وأرجع من أدها تمام. هذا الجسر المحاذي للسوق، الجسر عفوا الشارع المحاذي للسوق، شارع السوق على اليسار صاير بالتوازي مع هذا الطريق. باركينات عمودية، إشارة ضوئية
لازمة كذي بعد صغيرة. جيم في ريبي ولا؟ في صغيبي؟ يا ولا شبيتها؟ كان ليش جه لافن؟ كان بروبلم فيلاشت هابن زيد فاست سوتون. ليش جه لافن؟ أروح مشي على السوبر ماركت شوف هاي هي وشلبها. مدري هندية مدري. هاي مكاتبنا بالضبط مكاتبنا هنا هذه. عمارة مالتنا وهاي باركينات وصفين هنا بسم الله ونهاية الجولة. تحياتي للجميع اخوان تابعوا القناة اشتركوا بيها شوفوا الفيديوهات السابقة وشوفوا الكتب المهمة اللي دنزلها تقريبا اسبوعيا وان شاء الله تستفادوا منها واي شيء تحبون تشوفوا على هاي القناة او يعني نقدر نفيدكم بي إن شاء الله اكتبوا التعليقات وحاضرين للطيبين. السلام عليكم ورحمة الله.